فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The ones who walk away from homeless. قصة قصيرة للكاتبة الأمريكية أورسولا كي لوغوين. هي ولدت عام 1929 وتوفيت عام 2018، يعني تقريبا وهي عندها 88 سنة. هي اشتهرت بكتابة قصص الخيال العلمي، ولها اسمها في هذا المجال، يعني هي معروفة في هذا المجال في كتابة قصص الخيال العلمي. وقصة النهاردة أيضا تنتمي إلى هذا النوع من الكتابة للجانر ديت. القصة نشرت في عام 1973، وبعد عام من نشرها أي في عام 1974 فازت بجائزة هوجو للقصة القصيرة. القصة بدايتها بتصف يعني الأتموسفير، حالة من البهجة والسعادة، وإن الناس بتستعد للاحتفال أو بتحتفل بعيد اسمه عيد الصيف. في حالة من البهجة والفرحة، والأطفال بتلعب، وفي احتفال، جو بهجة واحتفالية كبيرة. وده على طول يعني ذكرني أنا شخصياً بقصة قصيرة أخرى قدمتها منذ عدة أشهر، اسمها The Lottery. اللوتري للكاتبة الأمريكية أيضا شيرلي جاكسون، واللي أيضا القصة بتبدأ أيضا بحالة القرية بتحتفل، يعني وإحنا مش عارفين احتفالية في إيه بالضبط، وبيتجمعوا في حالة بهجة وفرحة، والأطفال وفي الاخر بنعرف ان في بيسحبوا اللوتري، وبننتظر ان هم يسحبوا بقى جائزة، ولكن تكون الصدمة والمفاجأة. مش عايز احرقها، اللي ما تفرجوش على حلقة اللوتري، قصة اللوتري لشيرلي جاكسون، يروحوا يتفرجوا عليها، فمفيش داعي احرق الحلقة يعني القصة. فبداية قصة The ones who walk away from Omelas، هؤلاء الذين رحلوا عن أوميلاس. البداية ذكرتني مباشرة بقصة اللوتري لشيرلي جاكسون، أيضا حالة من البهجة والفرحة والسعادة والغبطة والنشوة، والأطفال والكبار حتى الحيوانات، يعني حتى الأحصنة كانت تستعد للسباق، كانت تستعد لبدء السباق، والمدينة كل من فيها كان سعيدا. يعني كانت مدينة يوتوبيا، مدينة يوتوبيا. ولكن القصة متقسمة ثلاث فقرات كده، مش مقسمة واحد اتنين تلاتة، انما الكتابة بتاعتها يعني، وده هنتعرض ليه بعد ما اخلص من شرح القصة سريعا. الاول وصف لحالة الفرحة دي، وبعد كده وصف للمدينة، انها مدينة فاضلة، يعني مدينة سعيدة وكل ما فيها جميل وكل انسان فيها سعيد. والجزء الثالث منها بقى، ده اللي هو الجزء الاخير منها، القصة بتصف طفل عنده 10 سنوات، ولكن نظرا لسوء التغذية فهو يبدو هزيلا، ويبدو في سن السادسة من سوء التغذية، وهو قابع في زنزانة صغيرة، غرفة صغيرة جدا في مبنى فخم، مبنى عام فخم، او يعني الناريتر السارد يقول او في منزل خاص، يعني الناريتر نفسه مش عارف، السارد لا يعلم ان كان في مبنى عام فاخر او في بيت خاص، يعني بيت اسره خاص يعني فاخر ايضا. ولكن الطفل بقى يقبع في غرفه في البيسمنت، في البدروم كده تحت الارض يعني، وهي غرفة رديئة جدا، مظلمة، ليس فيها نافذة أبدا، ليس فيها سوى الباب ومغلق دائما، وليس فيها سوى مكنسة،
وطولها مترين في 3 متر، لا مترين ايه 2 paces times 3 paces، paces اللي هو الخطوة القدم يعني الخطوة يعني خطوتين في 3 خطوات، يعني زنزانة قد يدوبك الإنسان يقف فيها بس يعني. فهذا الطفل لا نعرف إن كان ولدا أم بنتا، يعني لا نعرف إن كان طفلا أم طفلة، يعني في اللغة الإنجليزية child، child تجوز على الطفل الولد أو الطفلة البنت. ولذلك القصة بتشير إليه الناريتر السارد بيشير إليه دائما بالضمير it، ضمير الغير العاقل it. الناس تيجي تشاهد هذا الطفل وتشعر بالأسف ليه، أو على الأقل بعضهم يعني، والبعض الآخر يعني لم يعد يشعر بأي أسف ولا أسى، وحتى يعني ما يتكلموش معاه أبدا. هؤلاء الذين يشعرون بالأسى تجاهه سواء كانوا أطفال أو كبارا، سواء كانوا أطفالا أو كبارا، يعني ليس في يدهم أي شيء يفعلونه، فيغادرون ينظرون إليه ثم يغادرون، وليس في مقدرتهم أن يفعلوا أي شيء أي شيء. والقصة تقريبا بتنتهي هنا، بتنتهي بأن بعض الناس لم يتحملوا منظر هذا الطفل وهذه يعني هذا الكم من الظلم لذلك الطفل، فرحلوا عن أوميلس. القصة بتنتهي هنا، ولكن القصة السارد يقول هو يعني لا يعرف أي رحلوا إلى أين، وهل المدينة التي سيرحلون إليها أو رحلوا إليها مدينة موجودة فعلا أم لا. القصة تبدو بسيطة جدا، يعني أنا كده خلصت من حكايتها، يعني ما فيش فيها أحداث يعني كتيرة تتحكي غير اللي أنا قلته ده، فإنما فيها معاني كتيرة ممكن بقى يعني في التحليل والشرح هنحتاج نقف شوية على أكتر من حاجة. يعني خلونا نبدأ بالسارد الناريتر. السارد غير معروف، يعني هل السارد هو الكاتبة نفسها أرسلة نفسها، ولا السارد غير معروف، ما يعني ما نقدرش نحكم ونقول إن السارد كاتبة أو مين، ما نعرفش حتى إن كان السارد سيدة أم رجل، غير معروف أيضا. والسارد في استخدامه للغة يعني استخدم ثلاثة أزمنة. في البداية حين كان يصف حالة البهجة والعيد استخدم الفعل الماضي البسيط، وحين بدأ يتحدث عن المدينة ويصف المدينة وكيف أنها مدينة كل من فيها سعيد ولا يشعر بالذنب ولا بأي شيء، تحول إلى الكونديشنال تنس اللي هو الزمن الكونديشنال اللي بيبقى يعني نسيت والله الكلمة بالعربي، بس هو الكونديشنال زي إف يعني اللي هو إذا كذا أو لو كذا، اللي هو الاشتراطي دوت، الزمن الشرطي اللي يكون فيه شرط يعني، أو اللي بيكون فيه هايبوثيتيكال، أي افتراضي، الزمن الافتراضي الافتراض يعني في مثلا في جملة يقول إيه المدينة ديت مكان مش محتاجة حتى إن السيارات تسير في شوارعها ولا الطائرات تطير في أجوائها، هي المدينة جميلة زي ما هي كده على حالها كما هي جميلة، وكل من فيها سعداء لا يحتاجون لأي شيء على الإطلاق. فإنما بتقول إنما لو أنت يا قارئ بقى بتحدث القارئ تقول له لو أنت عايز تتخيل إن فيها يعني طائرات تطير في الفضاء وسيارات، خلاص تخيل. عاوز تتخيل إن فيها حفلات ماجنة، تخيل اللي أنت عايزه، إنما في النهاية هي مدينة سعيدة جدا وكل من فيها سعيد، وليس فيها أحد لديه إحساس بالندم. وبعد ذلك السارد أو الساردة لا نعلم ينتقل
لوصف الخيل، وكيف أن حتى الحيوانات كانت سعيدة وهي الخيل بالذات يعني، وهي على وشك أن تبدأ لسباق الخيل. بعد ذلك ينتقل مباشرة إلى وصف الطفل والزنزانة اللي فيها. بعد وصف هذه المدينة الفاضلة التي تبدو فاضلة من الخارج، تبدأ تظهر لنا المشكلة اللي في المدينة ديت، ونبدأ نتحول بقى إلى وصف زنزانة هذا الطفل، وهنا تتحول إلى الزمن المضارع بدل الزمن الماضي. والزمن المضارع زي ما احنا عارفين عند استخدامه يعني بيكون الكاتب يريد أن تسلو داون ذا ايفنت أو الأكشن، يبطئ من الأحداث، ولذلك يجعل القارئ وكأنه داخل الحدث يعيشه لحظة بلحظة. فالسارد أو الساردة استخدم ثلاثة أزمنة مختلفة في كتابة القصة. وعند الإشارة للطفل أيضا لا نعرف إن كان طفلا أم طفلة، وعند الحديث عن البلدة أو المدينة التي بعض الناس لم يتحملوا كل هذا الظلم الواقع على الطفل أو الطفلة، فرحلوا عن بلدة أوميلاس، رحلوا إلى أين أيضا لا نعلم. وأيضا تقول يعني في نهاية القصة أن ربما هذه المدينة التي رحلوا إليها قد تكون غير موجودة أصلا. فنجد أن السارد سارد القصة ترك جابس، ترك فجوات في القصة، ودعا القارئ كي يملأ هذه الفراغات بخياله هو وبخيالها هي يعني. وده طبعا دي يعني دي هذه حنكة وخبرة في الكتابة من الكاتبة من أرسلة. لما الكاتب أو الكاتبة يترك بعض الفجوات في القصة ويجعل القارئ يملأ هذه الفجوات بنفسه، فهذا ذكاء من الكاتب يعني. القصة زي ما قلت يعني عندما نشرت في عام 73 نالت نجاحا كبيرا، وفازت بجائزة هوجو للقصة القصيرة في عام 74، ويعني ونالت قدرا لا بأس به من اهتمام النقاد. فهناك ليه؟ لأن هي في بداية القصة أشارت إلى أنها يعني مهداة أو عملت كوت في البداية خالص، كوت لفيلسوف أخلاقي أمريكي اسمه ويليام جيمس. ويليام جيمس هو الأخ الأكبر لهنري جيمس، هنري جيمس الروائي الأمريكي المعروف. هنري جيمس ولد في 1843، وأخوه ويليام جيمس ولد في 1842، يعني أكبر من هنري جيمس بعام واحد فقط. وهو فيلسوف أخلاقي، وكان كتب عن المدينة الفاضلة، يعني هو تخيل وجود مدينة فاضلة كل الناس فيها سعداء، ولكن سعادتهم هذه مبنية ومشروطة بشرط واحد، مبنية على شرط واحد، على شيء واحد، ومشروطة بشرط واحد، هو أن هناك شخصا واحدا يعيش في هذه المدينة ولكنه تعيس، لكن سعادتهم مبنية على تعاسته، فهو إما أن يكونوا هم سعداء ويبقى هو تعيسا، أو إن أرادوا أن يجلبوا له السعادة وأن ينتشلوه من تعاسته فإن سعادتهم ستنتهي. فهو يقول ويليام جيمس، هو يقول هذا النوع من السعادة، السعادة المشوبة بالشعور بالذنب الجلد، هذا النوع من السعادة لا يحتمل. وهو يقول يعني لا يوجد أناس يتقبلون مثل هذا النوع من السعادة. فهنا أرسلة كتبت هذه القصة، هي تأثرت بكلامه جدا، فكتبت هذه القصة وكأنها تقول له بلى يوجد هذا النوع من الناس.
لأن في قصتها أيضا هي أشارت إلى أن سعادة هؤلاء الناس في مدينة أو في بلدة أوميلس مبنية على تعاسة هذا الطفل ومشروطة بتعاسته. فلو أنهم أرادوا أن يعني يضعوا حدا لتعاسة هذا الطفل وأن يخرجوه من زنزانته ومحبسه لانتهت سعادتهم. ولذلك هم حين كانوا يفكرون في إنقاذ هذا الطفل كانوا يعني يقولون إنه subhuman، يعني هو ظل على هذه الحالة لمدة طويلة حتى أنه لم يعد إنسانا بالمعنى المعروف، ويعني حتى لو أعطوه حريته وجعلوه يعيش حياة طبيعية فإنه لن يستطيع أن يعيش هذه الحياة الطبيعية. فهم أرادوا يعني هم في النهاية ارتضوا بهذا الوضع وقالوا عنه إن هذه هي مرارة الواقع، هذا هو الواقع بمرارته وبشاعته وليس لنا حيلة فيه. يعني كانوا يشعرون بالشفقة على الطفل ولكن كانوا عاجزين عن فعل أي شيء، وكانوا يرون أنهم يعني not free، هم ليسوا أحرارا تماما مثل هذا الطفل، هو ليس حرا في تعاسته هذه وهم ليسوا أحرارا في سعادته. فلهذا الجلد أو الشعور بالذنب لم يعد له مكان واستسلموا للأمر الواقع، على حين أن بعضهم لم يتحمل هذا الأمر ولم يتحمل كل هذا الظلم وفارقوا البلدة إلى أي مكان، إلى مكان مجهول لا نعلم عنه شيئا. القصة يعني نالت تأويل، عدة تأويلات. يعني هناك من يقول إن هذا الطفل، في نقاد قالوا إن هذا الطفل يمثل الطبقة المتوسطة في المجتمع الأمريكي الرأسمالي، وكيف أن الطبقة الرأسمالية الثرية الغنية برأسماليتها المتوحشة تستغل الطبقة المتوسطة وتبقي على هذه الطبقة المتوسطة بكل مشاكلها وفقرها ومعاناتها، ولا يحاولون أن يحلوا مشاكلهم لأن تعاسة ومشاكل وفقر الطبقة المتوسطة هي سبب ثراء ونجاح وسعادة الطبقة الثرية الرأسمالية. فسعادة الطبقة الرأسمالية مشروطة بتعاسة الطبقة المتوسطة. وهناك تفسير آخر بأن هذا الطفل هو يمثل دول العالم الثالث، وكيف أن دول العالم الأول استغلت دول العالم الثالث واستغلت ثرواتها من أجل أن تزداد ثراء، على حين يبقى العالم الثالث في تخلفه وفي فقره المدقع. وهناك نقاد آخرون يعني أعطوا القصة تأويلا وتفسيرا دينيا، فقالوا إن هذا الطفل هو المسيح، يعني المسيح طبقا للعقيدة المسيحية أعطى حياته ثمنا لسعادة وخلاص البشر. فهذا الطفل أيضا في القصة تعاسته كانت ثمنا لسعادة الآخرين. وهناك بقى من النقاط من قارن بين تعذيب هذا الطفل في قصة أرسلة وبين يعني ما ذكره دوستويفسكي في رواية الإخوة كرامازوف حين سئل أليوشا اللي هو الطفل اللي كان الطفل الأصغر اللي كان يعني لا يعامل معاملة آدمية من قبل باقي أفراد الأسرة، حين سئل يعني لو أن سعادة المدينة أهل المدينة كلها متوقفة على تعذيب طفلة هل تقبل بهذا أن تعذب طفلة على أن يسعد باقي أهل المدينة؟ فرفض أليوشا وهذا لأنه كان ضد تعذيب الأطفال.
فهناك تشابه كبير طبعا بين ما ذهب إليه دوستويفسكي في الإخوة الأعداء وبين ما ذكرته أرسلة أيضا في قصتها. هي لما استمعت لهذا النقد هي قالت إنها توقفت عن قراءة دوستويفسكي منذ أن كانت في سن 25، ولكن طبعا لم تنكر أن تكون قد تأثرت فعلا بدوستويفسكي، وهذا التأثر ظل داخلها إلى أن كتبت القصة دون أن تتذكر دوستويفسكي، فكان تأثيرا غير محسوس من جانبها. ولكن حين يعني نبهها النقاد إلى هذه النقطة يعني كانت فوجئت، صدمت، وكأنها يعني كانت مفاجأة يعني لها، لكنها لم تنكرها. القصة يعني فيها بعض النقاط اللي بتطرحها، يعني مثلا فكرة التضحية ديت، هل في إنسان ممكن يقبل أن تكون سعادته على حساب تعاسة إنسان آخر؟ وهل هي تقاس بالكم يعني في المدينة دي أو في البلدة ديت سعادة كل الناس، ملايين الناس دي سعادتهم كانت مبنية على تعاسة شخص واحد فقط، فهل يعني من أجل سعادة هذا الشخص الواحد فقط أو رفع المعاناة عن شخص واحد فقط نسلب السعادة وننهي حالة السعادة لملايين من الناس؟ فيعني كان لابد من أن يكون هذا الولد هو كبش الفداء. فهي أرسلة تقول نعم، يوجد من الناس من يقبل بهذا الوضع ومن يقبل بأن تكون سعادته على حساب تعاسة الآخرين، على حين أن ويليام جيمس الفيلسوف التي هي تأثرت به جدا كان هذا يعني بعيدا عن تخيله. ولكنها هي أيضا في قصتها في نهاية القصة قالت بأن هناك من لم يستطيع أن يتحملوا هذا الوضع ورحلوا عن البلدة لأنهم لم يستطيعوا التواجد في البلدة وفيها كل هذا الظلم، وفي نفس الوقت لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لإنقاذ الولد. فهي أيضا القصة تتحدث عن الأخلاقيات والمورالز والأخلاقيات بشكل عام يعني، وكيف أن هذه المدينة الفاضلة اللي كل ما فيها جميل وسعيد وفاضل، مدينة فهي مدينة فاضلة، ولكن هذه المدينة الفاضلة حتى المدينة الفاضلة هناك ثمن لسعادتها هذه يعني، وكأن لا شيء بلا ثمن يعني. وكأنها أيضا يعني تسأل القارئ لو أن القارئ يعيش في بلدة كهذه ماذا سيكون موقفه، ماذا سيفعل، ماذا ستفعل أنت أيها القارئ لو عشت في بلدة أو مدينة أو بلد تجد فيها يعني شكلا من أو نوعا من أنواع الظلم أو حجم ظلم بشكل لا يحتمل، ماذا ستفعل؟ هل ستبقى؟ هل ستؤيد هذا الظلم؟ أم سترفضه ولكنك بلا حيلة فتبقى في البلدة؟ أم ترفضه وترحل عن هذه المدينة لأنك لا تستطيع أن تبقى فيها وفيها كل هذا الظلم، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تفعل شيئا؟ فالناس يختلفون، هناك من يبقى وهناك من يختار الرحيل. وهذا هو عنوان القصة The ones who walk away from Omelas، هؤلاء أو الذين رحلوا عن Omelas. وأوميلس بلدة، اسم بلدة يعني غير موجودة على الخريطة، هي ابتكرتها يعني أو اخترعتها من رأت يعني علامات على الطريق لسيلم وأوميجرون فقلبت الكلمات، خدت الأو وسيلم قلبتها بالعكس، قرأت الحروف بالعكس فبقت أوميلس. هذا هي ما قالته بنفسها يعني،
القصة يعني بصراحة مؤثرة، وفعلا تجعل القارئ يطرح هذا السؤال على نفسه: لو أن الإنسان يعيش في بلد يسود فيه الظلم بشكل لا يستطيع أن يتحمله ولا يستطيع أن يفعل شيئا ليغيره، فماذا يفعل؟ هل يبقى ويصمت أم يرحل عن أوميلاس؟ ماذا ستفعل أيها القارئ؟ نراكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.